وفود وسطاء زاروا إيران وسطاء اتصلوا بإيران، وزراء رؤساء الدول الأوروبية ومنها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا اتصلوا وتحدثوا بصراحة. هذا الرد الإيراني المرتقب هو رد قانوني حسب المادة 51 من يعني ميثاق الأمم المتحدة. هناك اعتداء على الجمهورية الإسلامية وعلى الأراضي الإيرانية وعلى كرامة الشعب الإيراني وعلى السيادة الإيرانية. الجميع يؤكد على هذا الرد ابتداء من الإمام الخامنئي الذي يعتبر القائد العام للقوات المسلحة حسب الدستور، إلى وزير الدفاع الذي أعطيت له الثقة اليوم في البرلمان الإيراني، والذي كان في حديثه وفي خطابه في مجلس الشورى الإسلامي كانت تطرق إلى هذا الرد، إلى الرد الإيراني الذي سيأتي بالوقت المناسب وبالمكان المناسب. لا أحد هنا في إيران يستطيع، وهناك إجماع وهناك تناغم بين السياسيين وبين العسكريين وبين الأمنيين وبين التيارات السياسية والاتجاهات المختلفة والمتعددة، نعم هناك إجماع بأن هذا الرد لا بد منه، جيد. وهذا الرد سيأتي. أنا أتصور، يعني هذه أخي الفاضل، هذه نقطة مهمة جدا، أنا أتصور الرد هو بدأ أصلا، يعني هذه الحرب النفسية، هذه العقوبات التي بالنهاية في إطار هذا الرد فرض على الكيان الصهيوني هذا الخوف والهلع وهذا الانهيار الاقتصادي. جيد جيد، اعود لحضرتك دكتور اذا تسمح لي. المطارات والطائرات والمصانع، كل هذا يعتبر ضمن الرد الذي لن يبدا عسكريا ولكنه بدا جيد نفسيا وبدا اقتصاديا وبدا امنيا.